1223 شاب كويتي بادروا في التسجيل للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من خلال حملة كن منهم التي نظمتها رئاسة الأركان العامة للجيش ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع. نعم، الحملة بدأت منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء محققة الهدف المرجو منها، وهي التواصل المباشر بين منتسبي الجيش الكويتي الذي شارك في مختلف قطاعاته ووحداته مع الشباب الكويتي من أجل التعرف على آلية التسجيل للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية. حملة كن منهم نظمتها رئاسة الأركان العامة للجيش والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي على مدى 4 أيام متتالية بمجمع الأفينيوز، والتي ساهمت في تعريف وتسجيل الشباب الكويتي بشرف الالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد. لله الحمد، الحملة حققت أهدافها المنشودة بشكل كبير، وطبعا تواجدنا في الأفينيوز جاء بتوجيه من سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وبدعم من سيدي سعادة رئيس الأركان العامة للجيش. والهدف من هذا التوجيه هو التواصل المباشر بين منتسبين الجيش الكويتي والشباب الكويتي. توافدت أعداد كبيرة من الشباب الكويتي وأولياء الأمور على بوث الجيش في الأفينيوز خلال أيام الأربعة الماضية، تواصلوا بشكل مباشر، تعرفوا على آلية التسجيل والالتحاق، تعرفوا عن قرب على مختلف صنوف وحدات الجيش الكويتي، طبيعة عملها وما ينتظرهم في حال انضمامهم للجيش الكويتي من مسار تأهيلي وتعليمي وتدريبي، بالإضافة إلى الامتيازات والعلاوات والبدلات. أعداد كبيرة من الشباب تواجدوا في البوث التنويري والتحفيزي وتواصلوا بشكل مباشر مع منتسبي الجيش الكويتي في مختلف قطاعاته وإداراته. كانت تجربة جميلة وتجربة نقدر نستفيد منها ونطلع منها بالنتائج، أن حصدنا ما كنا نطمح إليه من خلال هذا البوث. كانت مشاركة عالية جدا، خدع على خطين متوازيين، خط من يكمل 18 من أبنائنا الكويتيين واستفسر وأيضا قام بالتسجيل خلال فترة الأربع أيام في مجمع الأفينيوز. أيضا تزامن مع ذلك إعلان عن دفعة المجندين 49، أيضا كان هناك تنوير بشكل كامل عن هذه الدفعة، ومن خلاله احنا رصدنا عملية المشاركة في الهيئة نفسها من اليوم الأول من يوم الأحد إلى اليوم. 1223 شاب كويتي إجمالي الذين بادروا في التسجيل بحملة كن منهم من أجل شرف الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.